وينضم إلينا من الخرطوم مراسلنا أحمد العربي. أحمد، الاجتماعات الفنية اليوم اجتماعات يبنى عليها يفترض للاجتماعات المقبلة لوزراء الدول الثلاث حول عنوان الملء والتشغيل، هل من مقترحات سودانية واضحة في هذا الاجتماع؟ نعم داليا، هناك عدد من المقترحات التي ستقدمها مصر إلى جانب السودان وإثيوبيا بخصوص سنوات ملء الخزان وتشغيل بحيرة السد ستقدم من خلال هذا الاجتماع. يعني بدأ هذا الاجتماع قبل نحو ساعة من الآن، والآن خرج المجتمعون في استراحة، من ثم يعود المجتمعون مرة أخرى إلى الصالة التي نحن الآن أمامها، حيث يتدارس المجتمعون عدد من المقترحات الخاصة بهذا الموضوع تتعلق بالسنوات وأيضا بكيفية تشغيل السد، يعني كيفية عملية التشغيل، خاصة أن اللجنة العلمية كانت قد اقترحت عدد من البرامج، هناك تعليقات من قبل اللجان المختلفة سواء كان من مصر والسودان وإثيوبيا على البرنامج وعلى كيفية التشغيل، بالإضافة إلى عدد من الملفات التي ربما ستهيئ الأجواء للاجتماع القادم في الرابع من الشهر القادم شهر أكتوبر لوزراء الري للدول الثلاثة. نعم داليا، شكرا جزيلا أحمد، سنبقى معك بطبيعة الحال في مخرجات هذا الاجتماع، مراسلنا من الخرطوم أحمد العربي.